كيفية الصلاة على الميت، كيف يوضع الميت. نقف عند رأس الرجل، يوضع الميت أمام الإمام، الإمام الآن متجه إلى القبلة، الرأس عن يمين الإمام والرجل عن اليسار، يقف عند رأس الرجل والمرأة في وسطها، اجتمع رجال ونساء، فماذا نصنع؟ نصنع بهم كما نصنع في الصفوف، لكن على العكس. الآن هنا الإمام ثم الرجال ثم النساء، رجل ومرأة، نجعل الإمام يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة، هكذا مفهوم، كما نقف في الصلاة يقف هؤلاء بعد الموت. يكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة فهذا مستحب، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. هذه التكبيرات الأربع كل تكبيرة تقوم مقام ركعة، لو ترك الإمام تكبيرة من هذه التكبيرات الأربع فالصلاة باطلة. سلم الإمام، كبر ثلاث تكبيرات وسلم، ماذا تصنع؟ تسبح للإمام، رجع وكبر رابع وسلم الحمد لله، إن لم يرجع ماذا تصنع؟ تكبر الرابعة وتسلم. ويستحب له أن يزيد واجعل التكبيرات خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات، مفهوم؟ نعم. طيب،